خلينا نروح للخبر الثاني. طبعا احنا تابعنا على شاشه قناه النادي الاهلي يوم الاربعاء اللي فات افتتاح استاد النادي الاهلي. مجلس اداره النادي الاهلي كله كان هناك، وكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ايضا كان في الافتتاح. ثاني يوم الخميس مفيش وقت نضيعه، كابتن محمود الخطيب كان موجود في النادي الاهلي، كان وسط كل ولاده، كان مع الطايره رجال، الطايره سيدات، حضر جزء من مباراه النادي الاهلي للرجال ما بين النادي الاهلي وبتروجيت على صاله الامير عبد الله الفيصل في الجزيره. كان في مباراه وديه، المباراه الوديه دي كان كابتن محمد مصالحي طبعا اصر انه يقيمها في التوقيت ده عشان يجرب اللاعبين. احنا زي ما قلنا عنده اربع مباريات في اسبوع، ضغط جامد شويه، فعمل مباراه وديه كانت مع النادي بتروجيت، فزنا عليها، فزنا بالمباراه 3-0. كابتن محمود الخطيب حضر جزء من المباراه، اجتمع باللاعبين، اكد على نقطتين مهمين جدا. اول نقطه انه بيطالب الفريق بحصد مزيد من البطولات. طبعا انتوا عارفين طايره الرجال والسيدات بتحلق في مكان لوحدها، ولكن كابتن محمود اكد في كلامه انه لازم مزيد من البطولات، احنا ما بنشبعش بطولات، اللي فات خلاص، اللي جاي نركز فيه. وتمسك ايضا بالحفاظ على اخلاق ومبادئ النادي الاهلي. والحقيقه انا نفسي قلت يا ربي ده لسه الحفله خلصانه امبارح والدنيا. تاني يوم كان النادي الاهلي لا يتوقف، وكان الدعم كل الدعم للالعاب الجماعيه. الغريب ان المباراه دي طبعا اقيمت في جو اخوي شويه، طبعا مدير فني نادي الاهلي كابتن محمد مصالحي ميدو معشوق الجماهير، اخوه الكبير بقى كابتن هاني مصالحي هو كان مدير فني بتروجيت، فكانت الدنيا كلها ايه في عيله واحده، وهو طبعا كابتن هاني ابن النادي الاهلي، فكانت الجو جو اخوي، جو جميل للمباراه.